بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، طلاب الأعزاء من إيه، أتمنى تكونوا بخير دائما. اليوم هنشرح يونت 10 I enjoy my life، أنا أستمتع بحياتي. An interesting research، بحث شيق. هنقرأ كلمات كيف وكاب، سيلفون هاتف خلوي، تابلت كمبيوتر لوحي، باسورد كلمة السر أو كلمة المرور، دو ريسيرش يجري بحث، يبقى كاميليون أو كاميلين معناها أحباء، تشات محادثة، لوج إن يدخل إلى أو لوج إنتو، مسج يرسل رسالة. إكسترا فوكاب بقى كانت يعني إضافية، موقع إلكتروني ويب سايت، أون خاص بي أو خاصة أو يملك، إنفورميشن معلومات، برزنتيشن أو تقديمي، لايبراري مكتبة، أيديا فكرة، بيكتشرز صور قوة اتصال، جريت عظيم أو رائع، انترستنج شيق، ريسبكتفول متسم بالاحترام، نايس لطيف، اميزنج مدهش. أفعال كريت يخلق أو ينشئ، كريتد أنشأ، تشينجر غير، تشينجد غير، كوبي أو كوبي ينسخ، كابت نسخ، بلان يخطط، بلان خطط، سي سيد يقول قال، نو نيو يعرف عرف، فايند فاوند يجد وجد، رايت روت يكتب كتب، طبعا ال W هنا سايلنت. امبورتنت اكسبيشن سمعت مهمة، جيت انفورميشن يحصل على معلومات، اول اراوند في كل مكان، هوري معناها هتاف للتعبير عن الفرحة، ذا سيم از نفس الشيء، ميك ا برزنتيشن يقدم عرض تقديمي، دو هوم ورك معناها ان هو يعمل الواجب ايه بتاعه. بعد كده زي بوب كويز امتحان قصير، choose the correct answer from A B C or D. number one I use the not to make calls، بس انا معيش اعمل اتصالات، يبقى ايه سيلفون الموبايل. number two I use my not to do my homework online، بس انا معيش اعمل الواجب بتاعي اونلاين، يبقى التابلت. number three I sent a not to my friend to help him، I send message بعت رساله صعبه عشان اساعده. number four I go to not to read books، رحت اجلس اقرا كتب، يبقى library مكتبه. نقرا reading بتاعنا listening and reading. what are you doing داليا، ماذا تفعل يا داليا؟ I'm doing my homework about chameleons، بتعمل الهوموورك بتاعها عن الحرابي او الحرباء. there are so interesting I looked into the library website and I created password to get information، دخلت عملت دخول على موقع المكتبه وقمت بانشاء كلمه سير للحصول على المعلومات. What does it say؟ بتقول ايه؟ Chameleons change color، they are the same color as the place where they are، بتقول ان الحرابي او الحرباء بتغير لونها، يكون نفس لون المكان الذي يتواجد فيه. Wow that's interesting، what is؟ هذا شيق، ماذا؟ ايضا they have amazing eyes and they can see all around but I need to do more research. I want to message Yara and chat with her. She knows some great websites. لديهم عيون رائعة ويمكنهم الرؤية في كل مكان حولهم، لكنني بحاجة إلى إرجاء المزيد من البحث. أريد مراسلة يارا والتحدث إليها، إنها تعرف بعض المواقع الإلكترونية الرائعة. Are you making a presentation about chameleons؟ هل تقدمين عرضا تقديميا عن الحرابي؟ Yes, I am making a presentation with Yara. I need to look at lots of websites and find some nice pictures. نعم سأقدم عرضا مع يارا، وأحتاج إلى إلقاء نظرة على الكثير من المواقع والعثور على بعض الصور الجميلة. Remember to be respectful. Don't copy information. Find ideas and write your own words. ذكر أن تتسم بالاحترام. لا تنسخي المعلومات. ابحثي عن أفكار واكتبي كلماتك الخاصة. تعالى كده نحل. طبعا هنشيل السؤال ليسن نمبر نخش على طول في السؤال نمبر 2 على طول. Choose the correct answer from A, B, C, or D. Number 1 Not amazing، طبعا chameleons اللي هو بنسميها الايه الحرابي، عشان هو بيقول لك زي كان تشينج كلر از دي بيغيروا لونهم بسهوله. Number 2 I always get information online to not my homework to do my homework، بجيب معلومات على النت عشان اعمل ايه الهوموورك بتاعي. Number 3 I use strong بسام حاجه قويه to keep my phone safe، يبقى اكيد الباسورد بسام باسورد او بعمل باسورد قوي عشان اخلي التليفون بتاعي قوي او يعني احميه يعني اخليه امن. نمبر 4 I use my cell phone to not with my friends، انا بسام التليفون بتاعي عشان اعمل حاجه مع اصدقائي، اكيد بقتش ايه
تشات، بعمل تشات مع صحابي. read and complete the text with the words in the box. cell phone معناه تليفون، friend صديق، made يصنع، looked معناه بيدخل على حاجة، message يعني رسالة. رقم واحد I not into، طبعا I look into هي كلمة بعدها معناها دخلت. number two my not أكيد my friend صاحبي. number three I sent here إيه بعت لها إيه، أكيد بعت لها مسج. السؤال ده من أسهل الأسئلة، بيجي قبل النقط، بمشي بترجم كلمة أو اتنين وترجم وأبدأ أحط الكلمة من فوق. number four she did research on here، عملت البحث على، أكيد على تليفونها طبعا. أنا أقرأ كده القطعة، هنا نفس القطعة اللي قرأناها فوق على الحرابي، تنحل عليها على طول. number one the general idea of the text is about، كان بيتكلم على كيميليون، كده كان بيتكلم على ايه، على الحرباء او الحرابي. number two chameleons not see all around، يبقى ال eyes العيون بتاعتها بتشوف كل حاجه حواليها. number three how did the writer log into the library website، ازاي الكاتب عمل او دخل على الموقع بتاع الانترنت. او I looked into by creating، او دي الاجابه هي by creating password، ان هو عمل ايه باسورد، دي الاجابه هي. number four how do you think the library website help the writer، كيف ساعد الموقع ده في اللي هو ساعد الكاتب ازاي، اكيد حصل على معلومات يعني. او I could get information، دي الاجابه ان هو حصل على ايه، على معلومات. بعد كده نعمل السؤال بنكتويشن، هنعمل W capital، وفي الاخر اللي هو بنسميها كويتشن مارك، عامل استفهام. طب هنا بيتكلم عن الحرابي، تعال نتكلم على بقى، هنقول له اهو كيميليان can change the color، بتقدر تغير طبعا ايه لونها. كيميليانز الله كمان ان الكيميليانز has او كيميليان have ممكن نقول amazing eyes، عندها عيون جميلة أو عيون رائعة. كيميليانز الحرابي can see all around it، ممكن تشوف كل حاجة حواليها. ممكن نقول له كيميليانز ليف ان ذا ديزرت، هي طبعا بتشوف بتعيش في الايه، في الصحراء. خش بعد كده في ليسون 2 اللي هو الليسون او الدرس الثاني، سينج سيف اونلاين، تكون اعمل على النت، سوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي، عندي بعد كده ديفايس يعني جهاز، سيكريت يعني سر، بولي يتنمر، تاج اشعار او يلحق بيه او يلصق، بيرسونال معناها شخصي، كرييتيف مبدع، سكيري مخيف، بروس ايجابيات، كونز سلبيات، ستيوبيد احمق او غبي، ليت متاخر، بروبلم مشكله، ساوث افكار اونلاين متصل عبر الانترنت، سترونج قوي، سيف امن، سبورت سنتر مركز رياضي. الافعال تشير يشارك، شيرد شراكه، كونتاكت اتصل، كونتاكت اتصل، بولي تنمر، بولي تنمر، اكسبت تو يوافق ان، اكسبت تو يوافق ان، اكسبت تو وافق ان. امبورتنج اكسبيشن السببات المهمه بقى، تيرن اوف يطفي او يغلق، فايند انفورميشن فور يجد معلومات لي، be a friend كن صديقا لي او كن صديقا، check with an adult يتحقق مساعدة شخص بالغ او كبير في السن يعني، make new friends كون صداقات جديدة، be creative كن مبدعا. البوب كويز زي ما اتعودنا، using modern device بنستعمل اجهزة حديثة، has not and cons يبقى pros and cons اللي هي سلبيات وايجابيات. number two I don't want anyone to know about it، مش عايز حد يعرف حاجة عنه، it is secret انه ايه سر. 3 try to be not and think about new ideas،
حاول انك تكون حاجة وفكر في الافكار الجديدة، كرييتيف، تكون ايه، مبدع. تعال نخش بعد كده في ايجابيات وسلبيات الاجهزة او الديفايس او السوشيال ميديا. اول حاجة هنتكلم عليها الايه، الايجابيات. You can have fun، تستطيع ان تمرح. You can talk friends to friends and family، ممكن تتحدث مع اصدقاء العائلة. You can find information for your homework، ممكن تجد معلومات عن واجبك المنزلي. You can be creative، ممكن تكون مبدع. You can play games، يمكن ممارسة ألعاب. You can learn interesting things، يمكن تعلم أشياء مثيرة للاهتمام. سلبيات بقى، people you don't know can contact you، الأشخاص اللي هي ما تعرفكش ممكن تتواصل معك. You can share photos، ممكن تشارك الصور. People can tag you in photos when you don't want them in or don't want them to، يمكن الأشخاص الإشارة إليك في صور أنت مش عاوز أو لا تريد أن يفعلوا ذلك. People can take your personal information، يمكن الأشخاص أن تأخذ معلوماتك الشخصية. Some people can bully you، ممكن بعض الأشخاص تنمر عليك. Staying safe online، إزاي البقاء على النت آمنا أو بقاء آمنا عبر الإنترنت. Number one، you should accept to be friends only with people you know، يجب أن تقبل صداقات من أشخاص تعرفهم فقط. Number two، you should keep your password secret، يجب عليك الحفاظ على سر كلمة المرور الخاصة بك. You should keep your personal information secret، يجب عليك الحفاظ على سر معلومات خاصة بك شخصية. نعملش إيه بقى؟ You shouldn't make new friends online، لا يجب عليك أن تكون صداقات جديدة عبر الإنترنت. You shouldn't give your password to anyone who asks، لا يجب أن تعطي كلمة المرور الخاص بك لأي شخص يسأل عليها. You shouldn't tell everyone your birthday and your phone number، لا يجب عليك أن تخبر الجميع بعيد ميلادك ورقم هاتفك. هنا بقى هنخش على language focus اللي هو بنسميها الجامعة بتاعنا. هنبدأ نشرح الجامعة بتاع الوحدة العشرة من الوقت ده زي ما اتعودنا. احنا بنتكلم على حاجه اسمها giving advice، اعطاء النصيحه. عشان اعطي النصيحه عندي حاجه اسمها should، وشد بمعنى يجب، وبيجي بعدها الفعل في المصدر. فانا عايز اقول لمثلا شخص يجب ان تذاكر، او انت يجب ان تذاكر، اقول لك you should study hard. فشد هنا معناها يجب. طيب انا عايز اقول له لا يجب، يعني ما ينفعش تعمل الحاجه دي، يبقى shouldn't زي ما مكتوب عندك اهو. وطبعا should و shouldn't بيستخدموا في giving advice، والاثنين بيجي بعديهم الفعل بدون اضافه، يعني الفعل بعديهم لو في اي ان جي هنشيله، لو في اس هنشيلها، لو في دي هنشيلها، لو متجمع في الماضي نرجعها للاصل بتاعها. يبقى عندي اعطاء النصيحه should بمعنى يجب، و shouldn't لا يجب. طيب احنا كده شرحنا الجزئيه دي، نكمل بعد كده الجزئيه اللي بعديها اللي هو part 2 لما تيجي ان شاء الله في الوقت بتاعها. طيب هنبدأ نحل عليه. رقم واحد بيقول لك you not shouldn't، طبعا مكان shouldn't هنحط ايه، should على طول. نمبر 2 you should start، طبعا انا should بنشيل منه الاضافات اللي بعد الفعل على طول، لازم نخلي الفعل في المصدر، تبقى study، نشيل منه الاي اي دي، نرجع لورا الاصل. نمبر 3 you shouldn't throw، طبعا هنجيب المصدر بتاع throw رمى، هتبقى throw رمى. نمبر 4 يو شودنت، طبعا مكان شودنت نحط ايه، شود، هي إيه سهله جدا، يعني لما يجي لك كلمه شود بتخليها انت شودنت، وشودنت بتخليها شود، الموضوع مش صعب خالص. نمبر 5 يو شود، طبعا قلنا الفعل بعديها في المصدر، يبقى كيب هنشيل منه الاي ان جي. نمبر 6 يو شودنت سليبس، برضه سليبس هنا هنشيل منها الاس تبقى سليب. نمبر 7 يو شودنت، طبعا مكان شودنت هنخليها ايه، شود. نمبر 8 يو شودنت يوزس، طبعا هنشيل الاس من الفعل تبقى يوز فقط. الجمل مش محتاج انك حتى تترجم الجمل، هي الجمل على طول الترجمه، بس في حاله الايه، السؤال تشوز ده اه نترجم، لكن السؤال الكوركت صحح لا مش محتاج. نمبر 9 يو نوت شودنت، طبعا هتبقى يو مكان كلمه شود هتبقى شودنت. نمبر 10 زي نوت شودنت، طبعا مكان شودنت هنخليها ايه، شود. تشوز ذا كوركت انسر، طبعا الاسئله ما بتجيش في شكل تشوز. رقم واحد اي نوت جيف ماي فون نمبر تو ماي فريندز اونلي، انا يجب حاجه رقمي الى اصحابي فقط، تبقى اي شود. نمبر 2 از 15، هو عنده 15 سنه.
هي نقط درايف ا كار، يبقى شودنت ما ينفعش تسوق عربيه. نمبر 3 يو شود، طبعا شود بيجي على فعل في المصدر، يو شود سي. نمبر 4 يو نوت سموك، لا يجب ان تدخن، يبقى يو شودنت. جنرال اكسرسايز، بعد كده نعمل بقى نحل على التمرين او لوسن 2، هنشيل طبعا السؤال الليسن. نمبر 2 تشوز ذا كوركت انسر فروم اي بي سي او دي. نمبر 1 اتس نوت ذات بيبول كان بولي يو اون لاين، اتس سكيري، انه من المخيف ان الناس تنمر عليك على النت. نمبر 2 وي يوز نوت تو شير ايدياز، بنستخدم ايدياز عشان نتبادل الافكار، يبقى السوشيال ميديا عشان نتبادل الافكار بيننا. نمبر 3 وي شود نوت تو بي فريندز اونلي ويز بيبول يو نو وي اكسبت، احنا بنقبل بس نعمل عمليه صداقه مع الناس اللي نعرفها فقط. نمبر 4 ذا كمبيوتر از ا جريت ديفايس، الكمبيوتر هو جهاز عظيم. السؤال اللي بعديه قلنا زي ما اتعلمنا نترجم الكلمات اربع كان حل، فريندز اصدقاء، ستي يبقى، تيل يخبر، باسورد كلمة السر، سيكريت هي السر. نمبر 1 يو شودنت نوت ايفري ون، يو شودنت تيل، لا تخبر اي شخص. نمبر 2 يو شود اكسبت تو بي، تقبل انك تكون فريند، تو بي نوت اونلي تو فريندز، تكون صديق مع فقط، ويز بيبول يو نو، تعرفهم بس. نمبر 3 يو شود يوز ا سترونج، يجب ان تستخدم حاجه قويه، باسورد. نمبر 4 You should know us safe online, stay online، لازم تكون تبقى آمن على النت. طيب هنبقى هنا نتكلم على read the text and answer the question، نقرا القطعة اللي نقل عليها. طبعا هنا بيتكلم على السوشيال ميديا والأيس اللي هي الصور وهكذا، نحل عليها على طول موضوع السكرين عليها من شوية. Choose the correct answer from A, B, C, O, D. Number 1 the writer was buying a present for his، هو اشترى هدية لمين؟ هو يقول لك هو اشترى هدية لمين؟ لمام. His mom. Number 2 the underline appear is opposite of، كلمة appear أو فعل appear يظهر، ده عاوز العكس بتاعها، is appear يختفي. Summarize the text in one sentence، لخص القطعة في جملة واحدة. طبعا هنتكلم عليها هنلخص، هو كان عمل tag my friend tag me in photo، هو سوى إن هو اشترى هدية لأمه، ممكن نقول له إن هو هدية أو عيد ميلاد أمه مثلا أو عيد ميلاد والدته. أو ممكن نتكلم عن السوشيال ميديا، يعني ممكن نقول له هنا نلخص الموضوع عن السوشيال ميديا أهو، سوشيال ميديا. What did the writer friend do؟ صعب صعب، عمل إيه عندنا؟ أهو قال لك أهو My friend tagged me in a photo and it showed on my social media page. دي الإجابة. Number 4. طيب نحل بقى كيف السؤال اللي بعديه. Number 1 you know what shouldn't، طبعا يبقى you، قلنا مكان should بنحط ايه؟ should. Number 2 you should use، طبعا هنا مكان عندنا مكان uses، هنحط مكانها use. Number 3 you shouldn't know what talks، طبعا shouldn't بيجي على فعل في المصدر، تبقى talk بس. انا اكبر لك الكلام شويه، تبقى talk، شلنا منها الاس. Number 4 you not should، طبعا تبقى shouldn't. طبعا هنعمل بعد كده السؤال من كتوشن اس كابيتال، وفي الاخر نقطه عادي. How to stay safe online، ازاي تكون امن على النت؟ اول حاجه you should keep your password secret، لازم تخلي الباسورد بتاعك حاجه سريه بينك. You shouldn't، لا يجب عليك، tell anyone about your personal information او personal information، هو جايب فوق معناها المعلومات الايه؟ المعلومات الشخصيه. دي حاجات من الحاجات اللي انت تخليك ايه؟ امن عن طريق الانترنت. طيب ليسون 3 الكيف وكاب، نيبر معناها جار،
unhealthy غير صحي restaurant مطعم computer games ألعاب الكمبيوتر extra vocab outside معناها في الخارج the same نفس الشيء problem مشكلة apartment شقة سكنية children أطفال together معناها معا أو سويا. تصريف الأفعال ask يسأل ask تسأل answer خباك إن ده بيفيها سؤالا answer سأل أو أجابة stop يتوقف stop توقف agree يوافق agreed وافق meet يقابل met قابلة is يكون was كان say يقول said قال come يأتي came أتى understand يفهم understood فهمة. important exhibition سبعات المهمة بقى what is the matter ما الأمر have fun يستمتع would love to يود أن go outside يذهب للخارج That's a lovely idea. إنها فكرة رائعة. هنشرح بقى الجمع بتاعنا الجزء الثاني هو جمع خفيف جدا إن إحنا بنجيب العكس من الصفة. يعني عندي مثلا صفة هابي سعيد عاوز أقول غير سعيد بنضيف في الأول البريفكس بتاعها في البداية يعني بنضيف اليو إن فجيب الـ A العكس بتاعها تبقى unhappy. healthy مثلا صحي يبقى unhealthy غير صحي. عندي مثلا راب مغلف يعني ان راب غير مخلف فالحل بتاعه موضوع سهل جدا ما فيهوش فيه صعوبه بنحط اليو ان في الاول عشان نجيب الانتونيم او الاوبزيت فروم الادجكتيف عشان نجيب العكس من الايه من الصفه. طيب سموكينج ازنت جود فور اور هيلث التدخين ليس جيد لصحتنا اتس فيري انه ان هيلثي غير صحي. نمبر 2 هي لوست ذا ماتش هي از او خسر الماتش هو بيكون غير سعيد unhappy. نمبر 3 my mom امي not the present to show it to me امي حاجة الهدية عشان تقوليها لي اكيد unwrapped فتحتها. طيب هنا هنحل هنجيب العكس منها بقى kind هنقول له unkind وتكمل انت بقى ايه على هذا النمط مع بقى الايه الاجابات دي. نحل بقى كيسون 3 choose the correct answer from A, B, C, or D. نمبر 1 Can they come to not games to play games يلعب. Number 2 We live in not on the second floor يبقى عندنا apartment عايشين في الدور الثاني. Number 3 Spending too much time playing computer games إنك تقضي العديد من الوقت إنك تلعب computer games is unhealthy غير صحي. Number 4 What is the matter ما المشكلة I have a problem عندي مشكلة. نركب على قطعة Had he met his neighbor رانيا at the restaurant. رانيا was said. Had he asked what is the matter my friend رانيا answered it's my children Nancy and Nadia. Had he قابلت صاحبتها رانيا في المطعم وكانت رانيا زعلانة فهدي سألتها ايه المشكلة قالت لها اطفالي نانسي ونادر. They love playing computer games. They don't do their homework. They don't go outside. I don't know what to do. Had he said Yes, it's a problem. قلت لها عندي ولادي بيلعبوا دايما العاب كتير جدا على الكمبيوتر جيمز والالعاب يعني بيكون على الكمبيوتر وعلى الموبايل ما بيطلعوش تقريبا من اوضتهم ودايما ما بيعملوش الواجب بتاعهم. قلت لها فعلا دي مشكله كبيره جدا لازم يتحل. طارق ماي سون از ذا سيم هي اوفن بلايز كمبيوتر جيمز. ابن طارق نفس الموضوع هو بيلعب دايما كمبيوتر جيمز. That's really unhealthy. ده فعلا حاجه غير صحيه. Children should stop playing after one hour. لازم يتوقفوا بعد حوالي ساعة من اللعب. They should do other things. لازم يعملوا حاجة تانية. They should play with their friends. يلعبوا مع صحابهم مثلا في الشارع. They should go to the park أو يذهبوا إلى الحديقة. تعالى بقى كده نبدأ نحل. Number one. The problem is, in the text is about المشكلة في القطعة دي كانت على أكيد طبعا الكمبيوتر إيه؟ الكمبيوتر جيمز. Number two. The underlined word outside. كلمة outside دي is the opposite of inside. يبقى outside عكسها كلمة اسمها ايه؟ inside. طيب تعال نحل بعد كده. Number 3 بنكتويت the following. نعمل بنكتويت بنكتويشن نعمل W هنا كابيتال وفي الآخر نحط ايه؟ نقطة. طيب هنا هنعمل بقى كونز اوف كمبيوتر جيمز مشاكل كمبيوتر جيمز سيبك انت بقى ايه تعمله في البيت. هنخش بعد كده في ليسون 4 اند 5 ليسون 4 و5
أول حاجة بروس معناها إيجابيات، كونز سلبيات، بعيد الكلمات تانية طبعا. solve problems حل مشكلات، spend يقضي، reason يعني سبب، screen يعني شاشة، team يعني فريق، prize يعني جائزة. Important exhibition سلبيات مهمة، in my opinion في رأيي، at the end في النهاية، on the other hand على الجانب الآخر، find out يكتشف. تعال نشوف بقى إيجابيات وسلبيات الكمبيوتر اللي هو كان عاوزها منك فوق. البروز بقى ايجابيات، in some games بعض الالعاب it shouldn't need to solve problems، بعض الالعاب بتحتاج الاطفال انها تحل مشاكل. shouldn't make friends and play with their family، الاصدقاء بيكونوا صداقات، الاطفال بيكونوا صداقات وبيلعبوا مع عائلتهم. shouldn't find a prize at the end، وفي الاخر بيجدوا ايه او بيكسبوا هديه. الكونز بقى السلبيات، shouldn't can spend many hours on the computers and the tablets، بيقضوا العديد من الساعات قدام الكمبيوتر والتابلت بتاعهم. children don't go outside، ما بيخرجوش بره. children don't do their homework، ما بيعملوش الواجب بتاعهم. ده كده قال لك السلبيات والايه والايجابيات. تعال نحل يلا بقى كده. listen and circle، طبعا سيب من السؤال listen خالص، نخش في السؤال الثاني. choose the correct answer from A B C O D. number one، it's not to spend many hours، it is bad انك تقضي العديد من الوقت on your computer and the tablet، على الكمبيوتر والتابلت بتاعك. number two، in some games بعض الالعاب shouldn't need to not problems to solve a problem، يحتاج انهم يحلوا بعض المشاكل. number three، it's not healthy to look at the not of the computer for long hours the screen، ليس من الصحي انك تنظر الى الشاشه بتاعت الكمبيوتر لوقت طويل جدا او ساعات طويله. number four، social media has both and cons، سلبيات وايجابيات. number three، read and complete the text with the words in the box، اقرا الكلمات دي وابدا بعد كده نبدا نحلها. تيم فريق، كوركت صحيح او يصحح. شدن اطفال، سولف يحل. جيمز العاب. رقم واحد اسمها كمبيوتر، جيمز العاب الكمبيوتر. نمبر 2، نيد تو نوت بروبلم، نيد تو سولف، محتاجين نحل مشكله. نمبر 3، نيد نوت، محتاجين نيد سام كمبيوتر جيمز، نيد بتعتبر بعض الحاجات. So children make friends. طيب هنرجع لها. computer games also help، بتساعد not think well، يبقى اكيد بيساعد الاطفال children. طيب يبقى عندنا رقم ثلاثه، لا اما تكون teams لا اما correct. some computer games need، طبعا need بيحتاج ايه؟ بيبقى عليها فعل في المصدر، correct correct صحيح. يبقى دي عندنا عندنا كلمة children هي رقم 4 و correct هي اللي رقم 3، دي كده الحل بتاعها الصحيح. تمام كده، يبقى الأولى عملناها computer games، why computer games of good for children. number 2 عملنا need to solve problem حل مشاكل. number 3 بعض العاب الكمبيوتر بتحتاج إن هي تصحح تصحيح يعني. number 4 عملناها computer games also help children think well، ان هم ساعد الاطفال ان هم ايه يفكروا ايه كويس. طبعا هنا برضه بيتكلم عن السلبيات وايجابيات الكمبيوتر جيمز، نبدا نحل على طول. رقم واحد، the word not is a text means father and mother، كلمه في القطعه بتقول ام او اب، اكيد طبعا parents الوالدين. نمبر 2، كمبيوتر جيمز are something، كمبيوتر جيمز ايه بيكون الشيء، اكيد بيكون جود جيد. طيب summarize the first paragraph in one sentence، لخص الباراجراف الاولاني في قطعه في جمله واحده. the many people say that computer games are bad for children، دي الإجابة الإيه بتاعتنا. طيب how can children make friends in computer games، إزاي الأطفال بيعملوا أصدقاء عن طريق computer games؟ هنشوف نشوف. طيب can make new friends، they can learn to. طب بيقول لك هنا games can help children to play in a team، بيتعلموا ان هم يلعبوا في ايه؟ في فريق. children can make new friends، بيكونوا اصدقاء، بيكونوا اصدقاء عشان هم بيلعبوا في ايه؟ بيلعبوا في فريق. فدي الايه الاجابه. طيب هنا نعمل السي كابيتال ونعمل في الاخر ايه نقطه. طبعا انا عاوز ايجابيات الكمبيوتر جيمز، هنقول له اهو children can solve some problems، بيقل بعض المشاكل. The children
أطفال make بيصنعوا new friends بيصنعوا أصدقاء جديدة. أقول له كمان هنا عندنا in children الأطفال can get prizes ممكن يحصلوا على هدايا at the end of the game بحصلوا على في نهاية الايه في نهاية اللعبة. طبعا عندنا اهم باراجرافات بقى عندنا في التوبكس او المواضيع عندنا موجودة في الوحدة عندنا doing a search عمل البحث وstay safe online games وpros and cons of computer games ازاي تكون امن على النت وازاي تعمل بحث وازاي تكون او جهاز ثبات الكمبيوتر جيمز العاب الكمبيوتر. طبعا رقم 2 و3 دول اهم يعني رقم 2 و3 دول هم دايما ايه المهمين دول اهم. بعد كده بنراجع على فيو اون يونت 13 هنا التست طبعا سيبك انت تحل بقى واجب في البيت عشان مش هقلل كل حاجه كده وانا بتكلم عن السوشيال ميديا او وسائل التواصل الاجتماعي. نشوف الفيديو القادم ان شاء الله. جود باي.